السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة هنشوف فيه ازاي نفك سربنتين التكييف او الكوندنسر بتاع السكودا S7. بعد ما فكنا الاكسوم في اللوك ده، هو راكب كبس، هو لوك بتدوس على الطرف بتاعه وبعد كده تزقه لبره او لورا ناحية الموتور علشان تفك اللوك. ادي هنا محتاج حد يدوس على اللوك وحد يزق اللوك لبره. احنا بنوصل الطرف بتاعه بعد كده هنزقه لبره. طريقته الصراحة غلسة جدا، لا دوس من تحت، بس هي ملهاش حل تاني. لا تخش جوه تاني بالسن بسن اللي ايوه لفه بقى، بتدوس على الحرف من تحت وحد بيزق يخبط خبط كده عليه على المفك التاني. بس هنا ادي خلاص طلعت من هنا، ونفس القصة ونفس البروسيس الناحية التانية. ناجي لك 20 جنيه عندي حبيبي و10 سلك مواعيد، يبقى ليك 10 عندي. ايوه ساعه حتى حط 10 يلا ما خدتهاش انا من الدرج يا باشا. هو مين اللي بيستحمى بسلك المواعيد مش انت؟ لا احنا بنعمل، لا ثواني كده عشان هي ليها حد. برضو هنزق الطرف بتاع الكليبس وبعد كده منفك تاني نزق الكليبس لورا. تعال اضرب يا شادي. انشف كده خلاص، نطرنا الكليبسين وادي السربنتينا طلعت بالريديتير بالمروحة لورا. دلوقتي بقى نفك علشان نوسع خروج السربنتينا. هنا في مسامير ماسكين علبة الهوا دي. بنام متأخر وتصحيني بدري، منك لله انت راجل ظالم. لا 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 النهارده السبت، انا احتج على موقفي اهو، انما ده على المهندس. لا النهارده السبت كمان ده بتاع الازاز. هنشيل علبة الهوا دي كلها بره. لا اوعى ايدك كده، ان هي سهلة بس انت عارفها. الفيديو ده بقى بدل ما يقرص ايديك هات الغراب. حسين فين يا نعم؟ حسين عايز اشرب شاي بنعناع، شوف الناس تشرب ايه. تشيل الافيز ده لورا ونفك الاير انتاج ده. بعد ما دوختها لك بسم الله. ادي هنا كده الدنيا فضيت، ادي السربنتينا. فاضل ان احنا نفك الاطراف بتاعت دخول الخراطيم وخروجها من السربنتينا.
اللي بنقول على البلتات، وان احنا نخرج السرمنتينه نفسها من الكليبسات اللي راكبه فيها، فك من تحت خراطيم. تعب بعد السنين دي كلها ولسه تفضل صابر. على فكره شادي كلام صور نعم صاب سواد دي. لا لا اطلع ركاته هو سلك عليها. خلاص فكينا البليتات، نسحب بس السربنتينة لفوق. لا هي كليبس، بس كليبس فوق. هندوس على الكليبس ده لجوه، بعد كده نسحب السربنتينه اللي فوق. دوس على السن اللي فوق وارفع السربنتينه اللي فوق. يقول لك مفك الكليبسات. ارفع السربنتينه فوق شوية. زق السربنتينه فوق شوية. هنا بندوس على طرف الكليبس. ونروح ساحبينه لفوق. اوعدك اوعدك اوعدك. اوعدك يا شادي. ندوس لجوه ونرفع لفوق كده. خلاص السرمنتينة طلعت، وعلشان نغير بنقفلها عكس ما فكينا، بنقفل الجديدة عكس ما فكينا بالظبط. ادي منظر السرمنتينة اللي طلعت او الكوندنسر. يا رب يكون الفيديو عجبكم. سلام عليكم.